المصاب بمرض النعور اللي هو نقص بالعامل الثامن، واكتشفت هالشي من عمري 7 سنوات وعانيت منه فترة طويلة، يعني بحيث إذا كنت انجرح أي جرح كان يطول الدم ليوقف لساعات عديدة. بأحد المرات انجرحت جرح بكتفي من الساعة 9 المساء للساعة 7:30 الصبح لوقف الدم، وبكنت بأكثر الأحوال يعني روح على المشفى لأخذ إبرة العامل الثامن لحتى يوقف الدم، وكنت أكل هم أني كيف بدي أحلو دقني تنجرح. وعانيت فترة طويلة لحتى سمعت بالحجامة، رحت لعند أحد الأخصائيين بالدم رفض يعمل لي الحجامة كونه معي نعور، حتى رحت لعند طبيب تاني كان شجاع وعمل لي إياها. وعندما صار التخثر طبيعي بعد الحجامة بكي يعني من فرحته بكي، وكان نسبة العامل الثامن 0. بعد الحجامة عملت التحليل طلع 34%، وهلأ أمارس حياتي الحمد لله بكل طلاقة وبكل حرية وبحلو دقني بكل بساطة، وإذا انجرحت أي جرح ما في أي مشكلة، يعني ممكن بالبيت بدون ما أضطر للمشفى يعني يكون كل شيء طبيعي. من فترة 7 سنين تقريبا صرت أشعر بوجع نصفي تقريبا بالجهة اليمنى من رأسي، فألم شديد ما يعني لا يحتمل أبدا. رحت لعند الطبيب فقال لي قد الحالة الأولى قال قد يكون من أسنانك، رحت فحصت الأسنان حتى قلعت الحشوة فحصل إياها الطبيب، فالحمد لله طلع ما في شيء كمان. فرديت مرة تانية قال لي إنه من عيونك، فرحت على مشفى ابن النفيس وفحصت عيني، ساووا لي عملية غسيل للعين اليمنى. فأنا لما كان يجي الألم كان يصير معي احمرار بالعين اليمنى، حتى تدرف العين دمع كتير بغزارة، وما قدر أتحمل نهائيا. حتى نوبات الألم كانت تجي تقريبا 3 مرات باليوم، بالليل كمان أحيانا أصاب بنوبتين 3، يعني هي دائما بدون انقطاع. فهون قال لي الطبيب إنه معك شقيقة ووصف لي حب، فأنا يعني توقعت إنه مستن على هذا الدواء إنه ممكن طيب، بعدين صارحني قال لي إنه هي حبوب يعني مسكنة وهي ما لها علاج. فحتى وصلت لمرحلة إنه وصف لي حب فاليوم، وقال لي إنه ما بتأخذ غير يعني النوبة القوية جدا بتأخذ نص حبة. فأنا أول نوبة إجتني بعد ما وصف لي هذا الحب أخذت حبتين كاملين، وما يعني خففت 10% من الألم. طليت عم عاني من هذا الألم تقريبا 2 سنين، وأصحابي كلهم يعني حكوا لي عن الحجامة، وطبعا قريت كتاب الحجامة كمان الدواء العجيب. وبعدين بموسم الربيع بالوقت المحدد رحت لعند أحد يعني أصدقائي طبيب هو، وحجمني فضل رب العالمين من بعد الحجامة فورا من الحجامة الأولى. باليوم الأول ما أجتني ولا نوبة، اليوم الثاني نوبة خفيفة، بعدين ما عاد إجا ألم نهائيا. أنا كنت عم عالج نفسي من السكري بواسطة المشي تقريبا من منطقة المزيع على منطقة الأنوات. بعد مشي شي 3-4 سنوات حسيت بألم بأسفل قدمي اليسار، ألم لا يطاق، خاصة عند الاستيقاظ صباحا، ويتداوم معي كان يستمر على فترات بعدين صار مستمر بشكل كامل. عالجت نفسي عند عدد كبير من الأطباء ما استفدنا شيء نهائيا، صور وتحاليل وأشعة ما حدا عرف شو فيه، ناخذ مسكنات ما استفدنا شيء. صدفة اجتمعت بالدكتور عبد اللطيف ياسين كتر خيره، وهو مجموعة الأطباء الكبيرة اللي قاموا بعمل جيد وعمل خيري يا العالم بطريقة الحجامة. قال لي روح جرب معنا لعل الله سبحانه وتعالى، لأنه هي سنة نبوية لأنه محتمل تستفيد عليها. رحت وفعلا كانت الفائدة، والله كأنه لمست نبي بقضني. يعني 4 أيام من بعد الحجامة ما كان في أي ألم برجلي اليسار اللي عانيت منه لمدة عام. مريضة بتليف رئوي ومعي داء بهجات، وعم باخد حب كورتيزون وعم باخد نيفيدين حب نيفيدين، ودكتور وصف لي من وزارة الصحة أوميران حب كمان لداء بهجات. فعم باخد هالأدوية كلها، وبالليل عم حط أكسجين كمان قد منفسي كتير كتير عم يضيق، وكل هالأدوية ما ارتحت عليها نهائي،
وإلي 4 سنين بهالمرض وكتير كتير تعبانة. فهلأ آخر هلأ صار معي إنه دلوني على تعملي الحجامة، فرحت عملت أول سنة الحجامة ارتحت كتير كتير، ما عدت احتجت لا دواء ولا أكسجين ولا أي دواء، فارتحت فيها. رد كمان صار تاني سنة كمان عم يعملوا الحجامة، كمان عملتها وهلأ بصحة جيدة أنا ومرتاحة كتير. شعرت في ألم في يدي اليسرى وفي أسفل الرأس، ألم غير محمول، فذهبت للطبيب وطلب أشعة شعاعي صورة شعاعي، فتبين أني مصاب بديسك رقبة. وأعطاني الدكتور الدواء المناسب مستخدما القبة والمشنقة، وكانت هذه الأدوية عبارة عن مسكنات لم أستفد منها شيئا، ومع ذلك مستخدما هذه الأدوية. ومنذ 3 سنوات سمعت من أحد أصدقائي أن هناك حجامي في شهر نيسان، فذهبت وعملت هذه الحجامي، ولله الحمد لهذه الفترة لم أشعر في أي ألم، مستغني يعني عن القبة والمشنقة. بالنسبة لي بعد ما شاهدت الفائدة المرجوة من هذه الحجامة، عندي طفل مصاب بمرض الثلاسيميا عمره 12 سنة، كنت أعطيه دائما كل شهرين أو 3 أشهر بالمشفى الوطني، فسمعت عن الحجامة فسألت عن هذه الحالة أنه هناك حالة استثنائية للحجامة للطفل، فعملت له حجامة ولله الحمد منذ 2 سنين حتى الآن لم أعطيه كيس دم. من شي 12 سنة كان معي فتق نواة لبية، صار يزيد الوجع، بعد شي 2 سنين صار معي فتقين وديسك وتقلص رقبة. بعد ليت عالج فترة طويلة كتير، آخر مرحلة وصلت ما بقى أمشي على إجري اليسار، صارت إجري اليسار ما مشلولة تقريبا. شفت دكتور صاحبي قال لي بعدك على مختص بالشام، بيجي على الادية كل فترة، أخذني لعنده مشاني على روس أصابعي، قال لي أنت ما في مجال بقى تمشي على إجراك، بدك إجباري عملية، وبعد العملية بدك تضل هيك، بدك تاخذ من إجرك اليسار تفصح فيها. قمت أنا ما بآمن بالعملية لأن شغلي بيطلب مني أني أحمل، والعملية ما فيني أحمل فيها، إذا عملت عملية ما فيني شيل وزن. مرق لعن صديق لألي قال لي في، عم أسأله عن شيخ قال لي في هلأ حجامة بتآمن فيها؟ قلت له أنا إيه بآمن فيها، وين؟ قال لي بمشفى الصوفي. جينا أنا وثلاث شباب حامليني واحد من هون واحد من هون وواحد معنا، دخلنا على الحجامة، ضلينا شي ساعة قاعدين على الأرض متربعين. بعد ما خلصت الحجامة قمت أنا وقفت، إجري كانت اليسار كلها منملة وأصابع إجري، وقفت ما قدرت وقف، خفت ما أوقع قدام العالم، رجعت قعدت. قام قال لي قوم وقف ما في شيء، قلت له لا ما في شيء. قمت وقفت صرت أضرب إجري على الأرض ما بقى حس بالتنميل، وطلعت ضليت ماشي، الشباب كانوا معي فورا لحقوني إني كيف مشيت أنا فورا، ما صدقوا. هيدا الحكي من 6 سنوات، ضليت كل سنة أعملها لهلأ، هلأ ولا شيء، لا ارتخاء ولا تنميل ولا شيء، الله خلقه. هيدا شيء رباني أكيد يعني، لأنه واحد يطيب من جلسة واحدة هيدي صعبة كتير. شافني الدكتور بعد أسبوع قال لي جوني شو صار معك، أنت عملت عملية؟ قلت له عملت عملية ربانية. هديك السنة صارت معنا حالتين، أنا عم أعمل حجامة كان في واحد ما بيشوف، ما بنعرف إحنا أني ما بيشوف، لبعض ما طلع من الحجامة هو وطالع لبس صباطه وعم يمشي، عم ابنه صار يصرخ، كان له 15 سنة ابنه بيلبسه الصباط ما بيشوف، طلع ولبس صباط بين كل شي موجودين برا. نحن موجودين هديك السنة كمان في واحد كان معه فتقين بظهره متلقح على ما فيني وقف، كان متلقح تلقيح. قلت له هلا بس تعمل حجام تفرش كي بدك تمشي، هيدي الحالات كلها عم تصير نحن شايفينها بعيوننا، وانا عندي اثباتات لهالشيء. ما اني حكي عم احكي، انا واحد من الناس اللي 6 سنين ما بعرف دكتور. انا صار معي شلل نصفي طبعا بايدي اليمنى ورجلي الايمن، ايوه، نتيجة ديسك فقري برقبتي، صار معي 5 فتوك نواة لبية مع 7 فقرات. طبعا هي اتضح لي من الصورة الاولى من الطبقي محوري، ما تبين معنا غير 3-4 فقرات. طلب مني الدكتور الثاني صورة لرنين مغناطيسي،
قام طلع معنا 7 فقرات مع 5 فتوك نواة لبية. رحت على الدكتور أنا هون فرجيته صور صفر الدكتور وقال يعني غريبة، قال لي أوف هيك معك 7 فقرات؟ قلنا له نعم. أيوة. قال لي هذا بده عمل جراحي. قلنا له طيب نعمل عمل جراحي إذا فيه بالمجال، إيش قد بتكلف كذا؟ قال لي إذا ما عملت عمل جراحي ممكن يؤدي لشلل. أيوة. فقلنا له بنعمل عمل جراحي إن شاء الله. حسب لي تقريبا بحدود يعني 300-360 ألف. قلنا له خير. أنا هون يعني اتحطمت ما بقى. قلنا له خير إن شاء الله، لك لبيع البيت وبجي بجي لعندك مشان نعمل عملية. وقت جيت على البيت وصار معي هالشلل هذا زعلت كتير. في صديق زارني قال لي يا أبو محمد بدي أخذك على الدكتور، في دكتور عامل عمل أحجامي وما أحجامي. قلت له إيش الأحجامي يا رجل؟ الدكتور قال لي بدك كذا كذا وعمليات. أيوة. قال لي لا بإذن الله تعالى أنت ما خسران شيء، يعني بعد 3-4 أيام في إيش اسمه. المهم بعد الموعد هذا سحبنا ورحنا لعنده ب17 بالشهر القمري. رحنا عمل لي أول كاستين، سحب أول كاستين. إيه حسيت أنا في شيء عم ينول في داني. أيوة. أش في؟ قلت له يا دكتور. قال لي أش في عم يطلع من داني؟ قال لي ايش في؟ قلت له ما بعرف انا بالله شعور رفعت ايدي عم بقول له في شيء عم يطلع من داني كاني حسيت. قال لي وين عم ينغل؟ قلت له في داني هون عم شيء عم ينغل. قال لي كيف حركت ايديك ما شاء الله؟ طلعت انا هيك تفاجأت في حالي طبعا. وقلت له رفعت هيك ايدي وعم بقول له عم اشر له داني. قال لي ان شاء الله خير. وصار يكمل شغله طبعا. اول كاستين اخذين حط الثانيات. قال لي هلا بدك تصلي على النبي وتحرك اجرك. قلت له اجري هي ميتي ما بقى بتحرك. قال لي لا ان شاء الله بدها تحرك. المهم مدة هيك ريحها شوي، ريحتها قال لي حرك لنشوف اجرك. حاولت حرك تحركت معي اول اصبع تقريبا. قال لي دي حرك لنشوف سمي بسم الله. سمينا بسم الله تحركت اجري الثانية. وهذا كان يعني شغلة كبيرة انا لي بالنسبة لي. مباشرة هون خلص الدكتور هالعمل بيعرف طبعا انا بيعرفتي بيعرف بيتي. مباشره اتصل في مرتي قال لها بهنيكي انه غسان طاب الحمد لله وصار بده يمشي وهلا بده يقوم يرقص. بعام 2000 كنت اشتغل في لبنان، صرت اشكي من بعض الالام في خاصرتي اليمنى طبعا وعانيت منها كثير ورحت عدة دكاتره. في احد المرات تعبت ساءت حالتي يعني اخذوني اسعاف الى مشفى باستور بجونه، فصاروا يتحذروا طبعا في المرض ما كانوا يتأكدوا منه. بقيت يمكن شي ليلة أو ليلتين بالمستشفى، بعد أحالوني إلى حمص بحالة إسعافية طبعا، من حمص إلى مدينة حلب. فبحلب عدت مستشفى الجامعة فترة منيحة يعني. فصاروا يتحذروا، ناس تقول زنار ناري، ناس تقول التهاب غمض عصب، ناس كذا. فحالتي صارت تسوء كل مالة. خاصرتي صارت تفتح من محل إلى محل من محل إلى محل، وطبعا نزف وعمل وقيح وكذا. عانيت من مسكنات عديدة. ضليت في هذا المرض فترة شي 1 سنة و8 أشهر طبعا. أنا عديم الحركة تقريبا صرت من هذا المرض. فبأحد المرات بيذكروا قدامي موضوع الحجامة. أنا طبعا ما كنت بعرف إيش الحجامة. فقال يا أخي الحجامة عبارة عن سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، وفهموني وضع. ففي اليوم ذاته اعتمدوا رحنا على أساس أنحجم طبعا، وانحجمت الحمد لله. فبهذا الصباح بعد الحجامة بساعة قمت مارست عملي بعد 1 سنة و8 أشهر. كنت قاعد بالفرشة ما أتحرك. فالله أكرمني الحمد لله، وفي عندي ثوابت أنا يعني لا تزال موجودة بخاصرتي، الدلائل والعلامات والتشوه اللي صار في جسدي من هذا المرض. فمن بعد الحجامة الحمد لله رب العالمين هلأ صار لي تقريبا 4 سنوات عم بمارس عملي تماما، وهذا المرض ما عاد عودني بالمرة الحمد لله رب العالمين. كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن العلاج بالطب البديل ومدى فوائده في علاج الكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان، فقد أصبح هذا الطب أكثر شيوعاً في العالم ويزداد انتشاره عالمياً، إذ أصبح 8% من سكان أفريقيا يستخدمونه،
وفي فرنسا بلغ عدد المرضى الذين يعتمدون على الطب البديل في معالجة الآلام والوقاية من الأمراض 75% من السكان، وهم يستخدمون هذا الطب مرة واحدة على الأقل. وفي ألمانيا 77%، وفي بريطانيا تصل نفقات هذا الطب بحدود 2300 مليون دولار أمريكي سنويا. وقد قدمت منظمة الصحة العالمية صيغة استراتيجية عمل واسعة للطب البديل بين عامي 2002 و2005. جاء في أحد بنودها إن الاعتراف بالطب البديل يساعد الدول لتطوير سياسات وبرامج للطب البديل. كما اعتبرت منظمة الصحة العالمية وصنفت 43 حالة مرضية يمكن أن تكون معالجتها فعالة بطرائق الطب البديل، والتي على رأسها الحجامة، منها الأذيات العضلية العظمية، الاضطرابات الهضمية، الإصابات التنفسية، مشاكل الصحة المتعلقة بالنساء. وتعد الدراسة التي أجراها فريق طبي سوري كبير على الحجامة سنة 2000 نواة أولية وجهت أنظار كثير من الجامعات والباحثين في العالم نحو هذا الطب الأصيل، فاكتشفوا جدوى هذه الطريقة العلاجية ضمن قوانين علمية دقيقة أظهرها في هذا العصر العلامة الكبير محمد أمين شيخو. وقد ظهرت نتائج سريرية مخبرية إيجابية لم تظهر للعالم من قبل على أمراض مستعصية كالناعور ومرض خلوص بهجة الذي لم يشفى إلا بالحجامة والشقيقة وارتفاع التوتر الشرياني والسرطان والآلام المفصلية والسكر والضعف الجنسي والعقم وغيرها من الأمراض. ففي سنة 2000 أجريت الدراسات على 300 عينة، علما أنه كان هناك دراسة مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات مقتصرة على جهود فردية كانت هي الدافع المشجع للدراسات الأشمل التي صارت في سنة 2000 وما بعدها. ثم في سنة 2003 قامت الدراسات على 600 عينة أخرى. ما قام به الفريق الطبي السوري الذي يقوم بدراسة نتائج الحجامة بطرق علمية موثوقة تماما. الطرق العلمية تقوم على فحص المريض قبل الحجامة وأخذ عينات من دمه، ثم تقوم على أخذ عينات من دمه مرة ثانية بعد الحجامة، وقد تبين أن الفارق كبير جدا بين الدم المأخوذ قبل الحجامة والدم المأخوذ بعد الحجامة. والدراسة الطبية مستمرة والنتائج الإيجابية تدعو للإعجاب والدهشة في التقدم الطبي. فمن تلك العينات الأخيرة نذكر الأمراض المفصلية العضلية وارتفاع الضغط والسكر. فعلى سبيل المثال حالات السكر 73 عينة، ونسبة إيجابية الحجامة كانت على 80% من الحالات، والحالات المفصلية العضلية كانت 172 عينة، وكانت النسبة على 91% من الحالات. أما في الشقيقة فكانت الدراسات على 52 عينة، والنسبة على 94%، وحالات ارتفاع الضغط بلغت 74، وكانت نسبة إيجابية الحجامة على 90% من الحالات. والهيموفيليا 19 حالة، ونسبة إيجابية هذه المعالجة كانت على أكثر من 90%. وقد أكد الفريق الطبي أن هذه الفائدة التي جناها مرضى الهيموفيليا الذي لا يرقأ فيه الدم بسبب نقص العامل الثامن من الحجامة يعتبر إعجازاً علمياً طبياً للحجامة، علماً أن هناك عدة أمراض أخرى كانت النتائج إيجابية ولكن بنسبة أقل.
ولضرورة التعريف بعملية الحجامة الطبية بقوانينها العلمية الدقيقة والوقوف على آخر تطوراتها ونتائجها، وحرصاً على كشف كل الممارسات الخاطئة التي ترتكب فيها، قام الباحث والمفكر الإسلامي عبد القادر الديراني وأعضاء الفريق الطبي السوري المشرف على أبحاث الحجامة بإعداد هذا البرنامج العلمي الوثائقي عن الحجامة. الحجامة يمكن أن تعرف طبيا بأنها عملية جراحية بسيطة تجري على منطقة الكاهل من البدن، والغاية منها تخليص البدن من كافة الترسبات الدموية والسموم الحاصلة في البدن، مما يعطي لهذا البدن بعد عملية الحجامة دفعا قويا يسمح له بزيادة مناعته وزيادة القدرة على الشفاء. تعود الحجامة في تاريخها إلى عهود غابرة يتناقلها الأنبياء والمرسلون في وصاياهم، وقد استخدمت عند الفراعنة الذين كان لهم باع عظيم في المجال الطبي عندما لمسوا فوائدها ومنفعتها، فوجدت لها رسوم منقوشة على جدران مقبرة الملك الفرعوني توت عنخ آمون، وعرفها الإغريق القدماء واليونان، وانتشر استعمالها في عهد أبيقراط أبي الطب اليوناني، واستمر تداولها قرونا عدة وعرفت في فرنسا. فمن الناس من أحسن استخدامها، ومنهم من كان استخدامه لها عشوائيا. هي موضوع الحجامة كان يستغي نظري منذ أن كنت صغيرا، فقط كنت مولعا بالقراءة الكثيرة، وكنت أجد في كتب الأدب وكتب التاريخ أن الملوك والأمراء والشيوخ القبائل كانوا يعتنون كثيرا بالحجامة، فكانوا يخصصون يوما من السنة يخرجون فيه إلى البساتين ويقومون بالحجامة، أو يقوم جماعة لهم بالحجامة ضمن طقوس معينة ومحدودة معروفة. غير أن عصر ازدهارها كان في ظل الإسلام، بعد أن أوفاها صلى الله عليه وسلم حقها في البيان العلمي وما تبين لها من فوائد باهرة النتائج، وكذلك في عصرنا الحاضر العتيد. إلا أن الحجامة وبعد عهد مديد من انتقال الرسول العربي صلى الله عليه وسلم نسيت قوانينها شيئا فشيئا، نتيجة للإهمال والاستهتار والتجاوزات، حتى اندثرت وضاعت إلا ما ندر منها. وهناك أيد أثيمة دست الكثير عليها فأقلع الناس عن الحجامة ونسوها. صحيح أن قسما من الناس كانوا يعتمدونها، لكن وللأسف ما كانوا ليستفيدوا منها الفائدة المرجوة، أو لا يستفيدون أبدا، وذلك لأنهم كانوا لا ينفذونها ضمن الشروط العلمية الدقيقة لهذه العملية الجراحية البسيطة. فالقوانين اندثرت وضاعت، فهم ينفذونها شتاء وصيفا، أو بعد بذل مجهود وتعب جسمي، أو بعد الطعام، أو في غير موضعها، وكل ذلك ضار مضر. أما العلامة السوري محمد أمين شيخ المغفور له، فلقد أحيا هذه السنة بإحيائه لقوانينها وشروطها العلمية الدقيقة التي ذكرت في كتابه، ووضعها موضع تنفيذها الصحيح من الجسم كما جاء بالسر العام لآلية شفائها، ألا وهي التخلص من الشوائب الدموية. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كانت فكرة إعداد كتاب طبي عن الحجامة ناشئة من خلال جمع الدراسات من تحاليل طبية ومخبرية وحالات سريرية في التحسن والشفاء من أمراض عديدة ومختلفة، خاصة وأن هناك كتب عديدة عن الحجامة لم تكن مدروسة جيدا، ولم تكن تبحث القوانين العلمية الدقيقة لآلية الحجامة التي بينها العلامة محمد أمين شيخ مستنبطا إياها من السنة النبوية الشريفة. لذلك ارتأت دار نور البشير
بإشراف الباحث الأستاذ عبد القادر يحيى الديراني أن تقوم الدار بجمع هذه الدراسات والتحاليل وجمع جهود الفريق الطبي طيلة السنوات الماضية في كتاب علمي طبي يجمعها كلها تحت عنوان الدواء العجيب الحجامة علم طبي في منظوره الجديد. ولكي تكون هذه الدراسة بين يدي الطالبين ولكي تكون نواة أولية لمتابعة هذا البحث العلمي المفيد. لقد أعاد هذا الفن العلاجي المفيد ونشره بقوانينه وأصوله في معارفه وكافة أقربائه أصدقائه وطلاب العلم لديه، وهم الذين نشروه طبعا في معارفهم وذويهم حتى عامة الناس. موضوع الحجامة أصبح اليوم وبالمفهوم الطبي المعاصر الأمل الذي يراود كافة المرضى على اختلاف مرضهم، وهذا بفضل القوانين العلمية الطبية الدقيقة التي اكتشفها والدي العلامة محمد أمين شيخه رحمه الله، وقد طبقها علي وعلى إخوتي وعلى تلاميذه وإخوانه بحرص شديد ودقة متناهية، وكان تطبيقها كالأدوية التي نستعملها أحيانا، فإذا زادت الجرعة عن حدها يتأذى المريض، وإذا نقصت لا يستفاد منها. أقبل الناس على الحجامة إقبالا لا مثيل له، وذلك بسبب المعجزات الطبية الشفائية التي حصلت، فحينما استفاد الناس منها أخذوا يعلمون بعضهم البعض بما حدث لديهم من شفاء وصحة وعافية، فلذلك ما كنا نجري حجامة في قرية ويستفيد أحدهم إلا تأتي القرية كلها لتحتجم، كذلك في المدن كاللاذقية وحلب وحمص وحماة ودمشق. فالحادثة الأولى التي ظهرت في زيدل حينما أجرى الحجامة مشلول منذ سنوات، وطلب من الطبيب الدكتور سهيل أن يجريها له، وفي اليوم التالي جاء المشلول إلى عيادة هذا الطبيب وبدأ يشكره، وهذه البلدة كلها من إخواننا وأحبائنا المسيحيين، فلذلك حجموا في الكنيسة كما حجم وادي النصارى كله، لأنه كانوا يستفيدون من معجزات هذا الطب العجيب. ثم سرت إلى حلب وإلى إخواننا الأمان وإلى جبل العرب، أما المسلمون فقد أقبلوا عليها إقبالا عظيما. ثم أخذ أهل لبنان الشقيق والجزائر الحبيبة وحتى الدول الأوروبية كسويسرا والسويد وألمانيا بدأوا يجرون هذا الطب ويتمنوه لشفاءاته العجيبة، وهكذا سار هذا الطب طب الحجامة كمسرى الليل والنهار في العالم كله، وقامت جامعات كثيرة في أمريكا بدراسة هذا الطب الجديد، ومستشفيات روسيا أيضا، واهتمت الصين اهتماما بالغا فيه، وذلك لأنه بهذه الشروط وبهذه القوانين إذا طبقت بحذافيرها لا يحدث إطلاقا أي تأثير جانبي ولا أي ضرر. وهكذا حتى صار للحجامة انتشار واسع في كثير من البلاد، وذلك لما وجد الناس فيها من فائدة علمية عظيمة نفسية وجسدية، فأقبلوا عليها بشكل كبير في السنوات الأخيرة بالعالم كله لما تحقق بها من معجزات شفاء أو تحسن لأمراض العصر المستعصية.
سبق وألمحنا أن الدواء الكيميائي إذا زاد الإنسان في احتساء كمية أكبر مما هو مفروض قتل المريض، وإذا نقصنا بطلت الفائدة. كذلك هناك أوقات معينة يصفها الطبيب للمريض متى يتناول الحبوب أو الشربات الطبية. كذلك الحجامة لها شروط لا ينبغي أبدا تجاهلها ولا الخروج عنها، فتفقد قيمتها وقد تؤدي هذه الأخطاء إلى أمراض تأخذ بالمريض إلى المشفى وينسبونها ظلما إلى الحجامة، والخطأ يكون من الحجام الذي لا يطبق قوانينها مع الأسف. نبتدئ بالشروط المكانية المهمة. أن الشرط المكاني الوحيد هو في منطقة الكاهل، لأن الدم أو الرسوبات الموجودة في جسم الإنسان والدم العاطل أي الذي بلغ ما يزيد عن 120 يوما هذا لا يشتغل، ولكنه يتغذى على حساب الجسم كالطفيليين وأيضا أشباح الخلايا والشذرات التي تسبب الجلطات في أنحاء الجسم، هذه وغيرها من الشوائب تجتمع في أهدأ منطقة بجسم الإنسان، تجتمع في منطقة الظهر لأنها لا حركة فيها، هذه لا توجد أبدا في المفاصل أو المناطق الحركية، هذه المنطقة هادئة جدا. وهناك منطقة الركودة الطبية كما يعلمها الأطباء، وهي تحت عظمتي الظهر مباشرة وتسمى منطقة الكاهل. إن منطقة الكاهل هي المنطقة المثلى لإجراء عملية الحجامة، فهي تتميز بأنها من أكثر المناطق ركودة في جسم الإنسان لما تتصف به من أنها منطقة خالية من المفاصل، والعضلات الموجودة فيها هي عضلات شد وتثبيت للعظام، وشبكة الشعيرات الدموية فيها هي أشد ما تكون تشعبا وغزارا، ولذلك تنخفض سرعة الدم في الأوعية السطحية إلى الحدود الدنيا وفي الأوعية الدموية العميقة منها. ومن الثابت أن الخثرات والشوائب الدموية والكريات الهرمة تبحث عن مناطق أقل نشاطا وحركة لتأوي إليها، لذلك تحط رسوبيات الدم رحالها في منطقة الكاهل التي تتوفر فيها تلك الشروط.